انت كنت عارف وموافقة بموضوع مركز الصيانة. فعلا كنت عارفة، بس ما كنتش أعرف إن قطع الغيار غير مطابقة للمواصفات. والله ولا انا بالظبط، هو ده اللي هتقوله لأمجد وهو بيدافع عنك، إن أنت لما كنت بتسأل مهندس المركز كان بيقول لك إنها زي الأصل بالظبط، وإن أنت استحالة تكون عارف وموافق. ده هيحسن موقفك. موقفنا موقفك ركز معايا عشان نعرف نتكلم. بقول لك ايه؟ بلاش السكه دي معايا. للأسف مفيش غيرها قدامي، دي طوق نجاتك. طوق نجاتك انت؟ طوق نجاتك انت مني. الله، تخيل تخيل. والله دمي خفيف. مش هلبسها لوحدي، البسها سوا. أنا ممكن أفوت لك موضوع العمولات بتاعت مركز الصيانة، عادي حقك، لكن مش هفوت لك حق بنتي. إيه علاقة عبير بالموضوع؟ أنا جاية لك أهو في الكلام. فاكر من كام سنة لما ركبنا كاميرات في المدرسة؟ فاكر. وفاكر لما عملنا أبديت للسيستم بتاع الكاميرات؟ أنت عايز توصل لإيه؟ وقتها احنا ما ركبناش كاميرات في مكاتبنا الا مكتب واحد. وقتها انا خفيت كاميرا في مكتبك، بس انا ما عملتش كده من نفسي. فاكر ميس رانو اللي مشيت بسببك؟ بعد ما مشيت بعتت لي رساله حكيت لي فيها انت عملت معاها ايه ومع غيرها. قررت اركب كاميرا. تخيل بقى مكتبك اللي بتقفله عليك وعلى حسب ذوقك، تسجل فيه ايه ومتصور فيه ايه، واخرهم ابتسام اللي حاولت تتحرش بيها، كله متسجل صوت وصورة. دي مش طبيعية على فكرة. والله حاولت اخلق لك 100 عذر، قلت بكرة يعقل ويهدى. بلاش يعني اخرب بيت بنتي، خصوصا انها لسه ما خلفتش منك، وهو يعني زيك زي كل الرجاله، ما فيش راجل عدل. تخيل بقى ان حبه التحرش دول هما دليل براءتي، وده اللي هتقوله لامجد، ان انت متحمل المسؤوليه كامله وان انا ما اعرفش حاجه. بس انا هوعدك وعد حر ان انا مش هجيب سيره الفيديوهات دي لحد، بس انت كمان توعدني ان انت هتتعدل مع عبير. عبير طيبة. وسيبني بقى اشوف هنعمل ايه في بيت القضية.